بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. وماذا بعد رمضان؟ وماذا بعد رمضان؟ ما هي علامة قبول العبادة في شهر رمضان؟ أو عدم قبول العبادة؟ العلماء يقولون مقولة هامة جدا، علماء أصول فقه، قالوا: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. يبقى العمل اللي كان خالص لوجه الله سبحانه وتعالى لازم بيستمر. ربما تصيب الإنسان فترة حالة ضعف، معنى إن العمل يضعف شوية، وده طبيعي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد هلك. الحديث ده معناه إيه؟ يعني كل عمل بيبقى له قوة وفورة، ثم يعقب هذه القوة ضعف وفتور، لكن لا يعقبه انقطاع أبدا. إذا انقطع العبد عن الطاعة بالكلية، هذا نذير سوء، وهذا نذير عدم قبول العبادة. لذلك كثير من الناس للأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد شهر رمضان بينتكس انتكاسة شديدة. بيبقى الخمس صلوات في الجامع، صلاة الفجر في الجامع، ينقطع عن صلاة الجامعة. يقرأ قرآن كل يوم، ويختم ختمة واتنين في شهر رمضان، بعد شهر رمضان ينقطع تماما عن القراءة، ويحط المصحف في الدرج أو في الدولاب أو في بتاع، تتراكم عليه الأتربة والغبار حتى شهر رمضان المقبل. كثير من الناس يقول يصلي التهجد، وبعدين بعد شهر رمضان ينقطع تماما عن التهجد. ألا نستحي؟ تصلي، كنت بتصلي كل يوم التهجد في شهر رمضان، بعدين ما تصليش حتى ركعتين والوتر مثلا في اخر الليل، ازاي؟ لو انت لقت دزه الطاعه. شوف العلماء بيقولوا ايه، يعني ابن رجب الحنبلي بيقول ايه، يقول لك: انسان اذا خشع في العباده ذاق لذه الطاعه، واذا ذاق لذه الطاعه لم ينقطع عن العباده ابدا، لم ينقطع عن العباده ابدا. فمن ثمره العباده أو من ثمرة قبول رمضان إن الإنسان يخرج من رمضان أفضل بعد من كان قبل رمضان. يعني شوف نفسك قبل شهر رمضان كنت إيه، وبعد ما تخلص شهر رمضان بقيت إيه. لو لقيت نفسك بعد شهر رمضان الترمومتر العبادة ارتفع، يبقى معنى كده ربنا تقبل رمضان، لأن ما فرض رمضان إلا يعطينا شحنة إيمانية تظل معنا طوال العام حتى رمضان المقبل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا بيعودك اثناء الصيام على عدم الوقوع في الغيبه، في النميمه، في اللغو، في الرفث، في النظر الحرام، فبتدرب نفسك اثناء الصيام. لو خرجت بعد الصيام معاك زي ما بيقولوا حصانه او مناعه، الانسان لما بيكون في وباء او في مرض بياخد تطعيم عشان ما يجيلوش المرض. هو شهر رمضان عامل زي الحصانه او المناعه وزي التطعيم اللي الانسان بياخده كل سنه عشان يقاوم بيه الامراض او الافات التي تصيب القلب. الإنسان إذا انتهى منه شهر رمضان ورجع كما كان قبل شهر رمضان، هذا نذير سوء، وهذا نذير عدم قبول العبادة. لأن أنت لو كنت أخلصت في العبادة في شهر رمضان كنت لقت لذة الطاعة، وكنت لو أنت ذقت لذة الطاعة كنت ممكن تسيب العبادة بعد شهر رمضان. لذلك العلماء يقولوا إيه؟ لا تكن عبدا رمضانيا، ولكن كن عبدا ربانيا. لا تكون عبدا موسميا، فرب رمضان سبحانه وتعالى هو رب كل الشهور. سبحان الله. يعني صلاة التهجد في شهر رمضان بس، قراءة القرآن في شهر رمضان بس، الأذكار وصلاة الجماعة، صلاة الفجر في الجامع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. عمل قليل دائم أحسن من فورة وبعدين ينقطع العمل تماما. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة: لا تكن كفلان الذي كان يقيم الليل الذي كان يقيم الليل ثم ترك قيام الليل. حذره قال له: ايه، اوعى تكون زي فلان من الصحابه اللي كان بيصلي الليل وبعدين ترك قيام الليل. لذلك لو انت استمريت في العباده، كنت بتقرا القران، فضلت تقرا القران بعد شهر رمضان، كنت بتقيم الليل وتصلي صلاه التهجد، فضلت حتى على الاقل تصلي ركعتين قبل صلاه الفجر كل يوم، لو كنت بتصلي جماعه ومحافظ على الصيام خمس صلوات وتصلي فجر في الجامع، فضلت برضه تصلي
يبقى معنى كده ربنا قبل صلاه الفجر في الجامع، وقبل منك الخمس صلوات، او قطعت عن الطاعه عن الجماعه بعد شهر رمضان، هذا نذير سوء. لو قطعت عن قراءه القران تماما هذا نذير سوء. لو قطعت عن صلاه التهجد هذا نذير سوء. المراه اللي بتلبس الحجاب في رمضان بس وبعدين ترجع تنقطع، هذا نذير سوء، وهذا نذير كذب التوبه. لا يمكن. فمن ثمره العباده الاستمرار فيها والمداومه عليها بعدها. بالعكس دي بتنمو تنمو وتكبر. لان اي اضرب لكم مثلا، اي سنه اي طفل لما بيتولد يكون ضعيف، كل ما تربيه وتكبره وترضعه بيكبر وينمو ويقوى ويقوى ويقوى. العكس، لو العباده في اصلها كانت ضعيفه، الطفل رضيع لو ما اهتمتش بيه، هو طفل رضيع بيموت لانه ضعيف، بيبقى عايز يرضع وعايز اهتمام اكتر من اي واحد كبير. اهتميت بيه او اديته اهتمام اكبر بيكبر وينمو وينمو، زي العباده كده. فالعباده في اصلها لو انت اهتميت بيها تكبر وتترعرع، ما اهتمتش بيها بتضمحل. معنى كده ان هي ما كانتش اصل في الاصل، ما كانتش فيها خشوع في الله سبحانه وتعالى. لو كان فيها خشوع كنت ذقت لذة الطاعة، وقد لذة الطاعة دي ستجبرك على الاستمرار في العبادة. مش مستمر بس، العبادة تكبر زي الطفل، زي ما بقول لكم، زي الشجرة اللي شتلة صغيرة بعدين تكبر، أو الطفل الرضيع يكبر. ومشكلة بس ده ربنا يفتح لك أبواب تانية من العبادة، أبواب تانية من الخير ما كنتش بتعملها. والعكس صحيح، الناس اللي عندها زيغ أو عندها عدم إخلاص في العبادة، فنتيجة عدم الإخلاص وعدم الخشوع في العبادة ما زاغش لذة الطاعة. فلما زادش نص الطاعه فالعباره بس، كانت النتيجه ايه؟ انه ما استمرش في العباده. فبعد كده ان هو ما كانش عنده خشوع من الاول، فمعنى كده العباده ما اتقبلتش، لان الخشوع والاخلاص في العباده ركن ركين لقبول العباده. فلا يمكن يكون عندك اخلاص وخشوع وما تدوش لذة الطاعه، ولا يمكن تدوق لذة الطاعه وما تكملش. فلو انت ما كملتش يبقى ده معناه ان انت من الاول ما كنتش خاشع، ما كانش عندك اخلاص. مكان لله دام واتصل، ومكان لغير الله انقطع وانفصل. فاحذري، حذري تكون بتقرا القران في شهر رمضان وتبطل بعد كده، حذري تكون بتقيم الليل وتصلي هذا التهجد وتنقطع عن صلاه التهجد. حذري كنت بتصلي الخمس صلوات في جماعه، صلاه الجماعه واجب فرضي وحتمي وجازم، صلاه الفجر في المسجد واجب يأسم فاعلها ويحصل خساره فادحه يوم القيامه، وبعدين بعد شهر رمضان تنقطع عن العباده، تنقطع عن الجماعه. فشوف نفسك هتبقى بعد رمضان ازاي، واعمل نفس اعمل مقارنه بعد رمضان بنفسك قبل رمضان. مش هقولك في رمضان، لان العباده في رمضان في بعد رمضان ربما تقل، لان شهر رمضان شهر عباده وشهر الصوم وشهر الصبر وشهر الاجتهاد، لكن لا تنقطع. فاعمل مقارنه بين انت كنت قبل رمضان ازاي وبعد رمضان بقيت ازاي. لو لقيت نفسك بعد رمضان بقيت احسن من قبل رمضان، يبقى معنى كده هذا بشير او هذا علامه لقبول العباده. اذا لقيت نفسك انتكست ورجعت زي بقيت زي قبل رمضان، قبل رمضان بمعنى كده العباده ما اتقبلتش، لان ربنا سبحانه وتعالى يفرض علينا الصوم، لما يفرض علينا الصوم والصلاه في شهر رمضان والصيام والتهجد و و و والقيام الا لنخرج من رمضان افضل مما كنا قبل رمضان. فاذا الصبر ما اتحققتش من العباده، يبقى العباده يبقى ايه لازمه العباده؟ ما اتقبلتش. هو ده علامة قبول العبادة أو عدم قبول العبادة. فإياك تنقطع عن كل عن أي عبادة من العبادات اللي أنت كنت بتعملها في شهر رمضان، وتنقطع عنها تماما زي ما يفعل بعض الناس للأسف الشديد. لازم يكون لك ورد من التهجد لو كنت بتصلي في رمضان، لازم يكون لك، لازم تحافظ على الجماعة إذا كنت محافظ عليها في رمضان، خصوصا صلاة الفجر. لازم تقرأ القرآن يكون لك ورد. إذا كنت بتقرأ جزء ممكن تقرأ نص جزء، لكن ما تنقطعش. لو كنت بتصلي كتير في التهجد ممكن تصلي ركعتين او اربعه وتصلي الوتر، لكن ما تنقطعش. الذكر لازم تفضل تقول الاذكار اللي انت كنت تقولها، اصبحت ورد ثابت لازم تتواظب عليه، وهكذا. المراه اللي بتطوب وبدات تصلي صلاه في وقتها لازم تفضل تصلي صلاه في وقتها بعد رمضان، والا انتكست العباده. يبقى التزمتي وتحجبتي بعد في رمضان، يبقى لازم تفضلي على الحجاب، والا تبقى منافقه كذابه. يبقى انت بتعبد رمضان مش بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. انا هحاول اكتب لكم الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو. سخون شو نفسه هيطلع عندي ثواب عظيم العلم علما في الاقدم عن يوم القيامه. لا كوزات نجوم شيء تشوش تبع الجرس والشرف في القراءه. لكم كل جديد سعيدون عشر سنه ربيع. اقول قولي هذا، استغفر الله.